خلينا نشوف بقى موضوع تاني معانا النهاردة، الطالبة سعاد مصطفى أو قصة سعاد مصطفى. سعاد ابتكرت ثلاجة متنقلة صديقة للبيئة بتعمل بالبطارية الجافة. الابتكار ده حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفعلا خلى سعاد تعمل أفكار مختلفة بشكل مختلف. صحيح، وفكرة الابتكار ده في حد ذاته اللي انت يبقى عندك طالب موهوب دايما بيدور على حد يتبناه لحد ما يكمل دراسته، لان انت عارفه اي حد موهوب وفي الدراسه والتعليم والابحاث العلميه وغيره عشان يبتدي يكمل هذه المسيره عاوز حد يتبناه. وهنا دور بقى ايه؟ التكافل الاجتماعي، مش كل حاجه الدوله بتعملها لوحدها. ومن هنا ظهر دور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي اعلن بشكل رسمي عن تبنيه للطالبه سعاد من خلال تقديم منحه دراسيه كامله طول فتره دراستها الجامعيه وحتى انهاء الدراسات العليا وحصولها على درجه الدكتوراه. خلونا نتابع هذا التقرير ونعرف قصة الطالبة سعاد مصطفى. الطالبة سعاد مصطفى إحدى طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والحاصلة على دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية بتفوق، نجحت في ابتكار ثلاجة متنقلة موفرة للطاقة تستهلك 36 واط في الساعة مقارنة بالثلاجة العادية التي تستهلك 150 واط بالساعة، بجانب أنها صديقة للبيئة يمكن شحنها وتشغيلها بالطاقة الشمسية. الطالبة سعاد مصطفى برعت في مجال الإلكترونيات والكهرباء لتخرج بتصميم نموذج ثلاجة صغيرة الحجم يمكن حملها خلال الرحلات والسفر، خاصة أنها موفرة للطاقة وتعمل من خلال موتور ببطارية 12 فولت وجهاز تبريد، فضلا عن إمكانية توصيلها بالكهرباء. بعد أن انتهت الطالبة من تصميم الثلاجة المتنقلة بدأت في تصميم نظام للتبريد وشريحة بلاتر، بالإضافة إلى تصميم جهاز برمجة بحيث يكون مكون مصري بنسبة 100% ولم يدخل فيه أي مكون أجنبي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن بشكل رسمي عن تبني إحدى كياناته للطالبة سعاد مصطفى وإهدائها منح دراسية كاملة طوال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق، وفي إطار مبادرة تكافؤ للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم النابغين من غير القادرين طوال سنوات فترة الدراسة الجامعية وبعد الجامعية. احنا معنا تليفون سعاد مصطفى، هنتعرف منها على تفاصيل وفكرة ابتكارها للتلاجة المتنقلة. يا سعاد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا سعاد. صباح النور. يعني كلمينا يا سعاد على فكرة او لحظة الاول اعلان التحالف تبني يعني منحة دراسية الاول ليكي وتبني دراستك بشكل عام، لان انت طالبة موهوبة. يعني انا فرحت جدا بالخبر ده، ويعني هي دعوتي استجابت الحمد لله. حسيت بقى ان جه الوقت اللي ربنا هيعوضني فيه. ففرحت جدا. هيعوضك ليه يا سعاد؟ انت لسه في البدايات، لسه ما ابتديتيش تشوفي صعاب ولا ابتديتي تشوفي واحنا مش عارفين؟ لا، شفنا حاجات كتير والله. انا بقالي 3 سنين او داخله في رابع سنه السنه دي. رابع سنه بتعملي ايه؟ بنفذ اختراعي وبنفذ حاجات تانية وبجتهد. من جد وجد يا سعاد. اكيد طبعا. ايه بقى رد فعل اسرتك كمان، وخاصه ان هم يعني اكتر ناس سندوكي علشان تحققي كل احلامك، وشافوا يعني لحظات الاخفاق ولحظات الفرح اللي انت مريتي بيها؟ هم فرحوا جدا لانهم كمان شايفيني ان انا مبسوطه، فهم فرحوا. اكيد. طيب انا عايزه اعرف بقى يا سعاد، انت سجلتي فكره الابتكار؟ مسجلها في وزاره اكاديميه البحث العلمي من 2019. كويس قوي. المفروض ان انت عايزه تدرسي ايه بعد كده، او عايزه توصلي لايه بعد كده؟ انا بدرس اصلا تخصص هندسه الميكاترونكس.
فانا حابه التخصص ده قوي لان انا شايفه ان هو هيقدر يساعدني في اختراعي وفي اختراعات تانية كتير. اوكي انت في مخك ابتكارات تانية؟ حاجات كتير جدا. هتحرقي لنا منها حاجه وتقولي لنا منها حاجه؟ مثلا يعني انا دلوقتي باذن الله ماشيه اني بعمل روبوت بس حاجات حديثه بسبب الدراسه بتاعتي. ايوه فين الموضوع؟ قولي لي روبوت بيعمل مش عارفه ايه، قولي بقى يعني ادينا اي افكار. عشان بس الفكره ما تتحرقش. ملكيه فكريه. ايوه. بتحافظ على ملكيتها الفكريه. اه. طيب عاوز اعرف منك يا سعاد يعني فكره الثلاجه المتنقله. الاول هي عباره عن ايه؟ وايه الجديد والمختلف فيها؟ وجات لك منين اصلا؟ وايه سبب اللي خلاك اللي انت تفكري فيها؟ تمام، هو اول حاجه السبب اللي خلاني افكر فيها اني كنت بدرس قسم كهرباء فانا حبيت الموضوع، وفي نفس الوقت احنا كنا مسافرين وكان معانا ايس بوكس فالاكل اللي اتبقى في الايس بوكس للاسف لحد ما رجعنا البيت كان باظ، فانا قلت ليه ما اعملش حاجه تكون بديل للايس بوكس وفي نفس الوقت تكون سهله وخفيفه في الوزن واني اقدر اخدها معايا في اي مكان وتوفر كهرباء. بس فقلت انا هعمل ثلاجه متنقله وموفره للكهرباء، فالثلاجه بتشتغل عن طريق بطاريه 12 فولت كهرباء وعن طريق اجهزه تبريد حديثه بديل لجهاز التبريد، وفي نفس الوقت هي سهله وخفيفه في الوزن وممكن اخدها معايا في اي مكان. وبشغلها كمان عن طريق الطاقه الشمسيه، وفي نفس الوقت بقى الميزه بتاعتها ان الثلاجات في المنازل بتستهلك في الساعه الواحده 150 واط. انا الثلاجه بتاعتي بتستهلك في الساعه الواحده 36 واط. لا انا عاوز واحده يا سعاد. يعني بوفر في الساعه الواحده 150. ما انا بقول لك لا احنا عاوزين واحده يعني من فضلك بمجرد اثنين علشان منك. ولا هنحط واحده في الثلاجه بس كده؟ اكيد ان شاء الله. بنتمنى لك طبعا كل التوفيق الطالبه سعاد مصطفى صاحبه ابتكار الثلاجه المتنقله، كل التوفيق ليك يا سعاد، وان شاء الله نستنى منك بقى اختراعات اكبر واكثر افاده بقى للبلد وافاده لكل المصريين الموجودين. شكرا يا سعاد.